منذ عشرات السنين ومراسم عاشوراء تقام في دمشق، لكن هذا العام يختلف عن الأعوام الثلاثة السابقة، أي منذ بدء الحرب السورية، إذ إن عدد المشاركين الذي اعتيد أن يكون قليل نظرا للأوضاع الأمنية تزايد هذا العام، إضافة إلى مظاهر عاشوراء التي ظهرت بشكل أكبر. هنا خيام عزاء، خيام يقدم فيها شاي، قهوة، سحلب، كعك مجانا. وزع فيها شاي، قهوة. شو بصحنا من المؤمنين من تبرعاتهم؟ والله عم يوفقنا للخدمة الحمد لله. وهنا اللطيمة يحيون موقعة الطف التي استشهد فيها الحسين، ولأسباب أمنية تم إغلاق مقام السيدة زينب الذي يبعد عن العاصمة السورية دمشق بضعة كيلومترات حوالي 4 ساعات.